10 صباحا بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات أعمالها ليوم الثاني على التوالي في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي. يستمر التصويت حتى 9 مساء فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. كما حددت الهيئة عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها نحو 11631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. شهدت اللجان الانتخابية بأحياء وسط القاهرة السيدة زينب والدرب الأحمر والمنيرة وعابدين إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري في اليوم الثاني بالانتخابات. كانت اللجان قد شهدت أمس تواجدا كثيفا من كل أطياف المواطنين، وكان من اللافت حضور كبار السن والسيدات المصطحبات أطفالهن. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية. وأوضح رشوان في بيان أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة، كما تم ملاحظة وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع. قال المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة التصويت المصريين بالداخل، قال إن الإقبال على اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات. وأكد المستشار أحمد بن داري أن هناك إقبالا على الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية، موضحا أن 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، فيما استعلم 500 ألف عبر الرسائل النصية و500 ألف أخرى عبر البريد. وفي بيان لها أشارت الهيئة إلى أنها دفعت بقضاة احتياطيين لتسريع وتيرة عمليات التصويت حرصا منها على التيسير على الناخبين. أعلن دبلوماسيون بالأمم المتحدة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة تصوت غدا على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار تم تقديمه من عدد من الدول بعد الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة باستخدام حق النقد الفيتو ضد مطالب مماثل في مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية. وقد اعتمدت الجمعية العامة قرارا في أكتوبر بتأييد 121 صوتا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية. عم إضراب شامل الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع حراك عالمي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 66 على قطاع غزة، وبالمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المدنيين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء. شل الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية مناحي الحياة كافة وأغلقت الجامعات والبنوك والمصارف والمحلات التجارية وسط دعوات جماهيرية شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال. أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد 22 مواطنا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب المنازل وسط مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص وإصابة العشرات. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة رام الله والبيرة وسط تحليق لطائرات مسيرة في الأجواء.
مشاهدينا نهاية هذا الموجز من التلفزيون المصري، عودة مرة أخرى للزميلة حكمة عبد الحميد لاستكمال هذه التغطية المستمرة لليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024. شكرا لك فاطمة.